مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا الليلة الفنان الشهير اللي غني عن التعريف. أروك سرزي وحاقو حسين بلبان. الله 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 تقريبا طيب الزمن عليك الغناء والسهل كامل ما في شيء واحد لا بالهو هو حقا علم مذاكرة يا معنا قاعد مغني الليلة عت من تامي لغنا وقت اللي سكت بححنا ويك الساعة مغني في الليل وفي النهار وبينهم ملحلة متلحلة حلحة وساوي عندي لغنا ورافع لي إيه منين والله الحمد لله تبغى ولادي بنتي خليت لهم طريق أنا ياسر من الهواء وياسر من المجالس العراس وذا النوع حق بيهما مني ما يليق لك إيه ما يليق لي بزاف وخليت بينهم معاك أنا من نفسي أنا هبلي لباحة في شيء لأنت مغارس على بخشة لباس بيها وشفتني من غبت عام الأول تباركت مع الفنانة من نفسي ما كنت ترجعت ياسر مصطفى أرمين سكت بلي زين إذا أنا عنه سكات يأثر أكثر سكات يأثر يأثر زين متين متين وليلى العزيز اللي كلمه ذاك الزمن أنت كانك تستخدم شيء للصوت مهل إنك كيف بعض الناس يقول عن الحرارة والله شيء بارد لا أنا ضربك في نفس المراك نسمى المربات جدا جمع الثلاجية في الحين لأن بطعا نعود مدن الكلام وباب كنت ما غادي في المربات لا غادي في الحين لا غادي لي في العين كنت رابي كنت واعي حاب عيك منك بغي القاشوش نغني به نبح بححني بحمتينا تقري فيه مدة شهر ولا أسبوعين ولا واقع من ديمي راه نغني بالقاشوش لا بد لها تبح بحه طويله ومعنا مازال سؤال ثاني دائما تتساءل الناس انك اصلا عندك خرستين واحده رقيقه واحده غليظه يا كان ذاك في فم بنية والله يا كان حسب الزمن لا يتغني فيه نعم انا تعود مره مثلا لقيت فرسي ولا باح ولا رواية وضي كانك عندك فنية تقبل بيها الشبح حقيق تقبل بيها واحد غليظ صوتي يقولنا قبيل نحد منين جينا الكليف جينا البح أنا منين جاتني دفرت قبلت بحشيشة هي دي ومنها رقيقة وقتي في الشبح وقتي في الميدان صوتي مبتدي هيك المحشيشة اللي عبلتها من البحة مرصيتها زين مازال سؤال اخر انت قطع عنك من الاسره وطبيعه الحال وطبيعه الارض يوحي عنك من الناس اللي يقول الادب وقلت مالي منطقه ذريه من الادب مع انك الاسره اللي انت منها كيف قلت عنها إليني شيء من أحد بزمعليه مثلا يجيه كمال ثاني بلدب مع أن بزمعليه ودي يقول مبدئيا من ترى شعورك مثلا ذيك الساعة بلدب وشعورك بيضالك مثلا حسب ورود عليك تلوات حسب ملاحظاتك بيناتهم كيف لك تيدين لك الزمن وعندك واحدة ضرقة إلى الزمن والله قال والله طلعة
شنو الفارق الشاسع اللي عندك بينهم؟ في ارتجالهم اولا وفي نقدهم هم اللي. على كل حال عني دائما رغم المعاصر اقلع لي. على الله. القناية الأول قلت نبدأ تابع السلف اللي كنت نسمع أغناه ومقتبس منه وزيان عنه ونزل ذاك الوزن. على كل حال في الأخير غناية عاد معاصر شوي نتكلم باللهجة الحالية ونتكلم في الأوضاع الحالية. داخل لك لغة على عليك اللغة هكذا متماشي مع الزمن. مع الزمن زين عندي ذا زين من درى حسب تدبق انت بالادب كنت في الزمن اللي انت بعد كبرت فيه ومشيت ومطعنا فرق القياس من الادب من فنانين وغير فنانين تتاثر كنت بي الادباء اللي تتاثر بي الادباء اللي عاشوا سابقك ودركت ادبهم اللي عاش معاك منهم من حيث الفنانين ومن حيث غير الفنانين كان فما دافع يعطيك تاثر بشكل من انتاج بعضهم من البعض. الناس كاملة الفنانين مدى الأدباء كاملين لكن حال عجبني غناهم غير متفاوتين على الغاشي اللي قال له محمد الأدب وعيت عليه وضعت رقاش ورد علي راسه حتى عاد ما يقول شيء بس هو بده يعدو مكتبه من الشاهد التاكل بمشيلي نغني به دايروا في جملة يهود منين لك بغيره وهم اللي نايد بشي فوتي منه بدي عود ذاق اللي هو من حكايتي لونها عادت زينة عن بدي عود يدورني نبثه وانا في الحال من اطاها اللي استحليته عن الادب ككل ما هي طقيقة بالادب ولا بالادباء لكن محمد الادب غناه عندي بجوه اللي قال وكرك شطلاك عليه الخط لما خط على وكر الخط مستقبل كاد ذاك الشط خط خط الثاني ما قد تخفاه مع خط الثاني ولا قد خط الثاني خفى زاد معه كاد شط لا واحد وخط الثاني من الغنم جواه ما نشكط فيه ولا نغلط فيه ما نغلط فيه ولا نشكط فيه الحمد الحمد لله ولا يا أخو اللي يرتد مقصد الحبابي تولى مشيت وكان يجبر حد فيه ولا راح حد فيه إذن أنا خاص ترتد شوي والله وخرج شط ذاك قال لي الخط معناها أنه هو معناها ما يدري عنده الردف عند الله قال وكرك شط ذاك علي الخط والله خط على وكر الخط مستقبل كارد ذاك الشط خط الثاني ما قط خفاء مع خط الثاني ولا قط خط الثاني خفي زاد معه كارد شط لا واحد وخط الثاني من الغنم جواه ما نغلط فيه ولا نشكط فيه الحد الحمد لله وانا يا اخوه اللي يطيب مقصد الحبابي تولى مشيت وكان مجبر حد فيه ولا راح حد فيه زين حتى اذا عندك تاثرك به مثلا في شيء من الفطره والبيئه والعلاقه طبعا طبعا مع انه هو زين هو زين هكذا شرحت القضيه شلت عن سوني زين حتى والله زين الحقيقه قاعد نقول لك عن محمد ابو النعيم جل الادباء اللي استقاع ادباء كيفك وخلقوا سابقك من اللي اكبر منك تاثروا به تأثروا به وحقيقة اللي عنده عند الله عجيب والله عندي من الناس أخرى ويأسره يلغى الزين قطة سويته وأخوها دبة رحمة عجيب به الغني يا دبة هذه ما عندي ذات الكل الشيخ أحمد وغني عجيب به الغني سولته شنو غني قال لي غنى مني يا دبة قال الغني قال لي اللي ما يفرق شماع أخبرانا فيه إذا النسيب ومو النسيب باقي له زين قلت له على طلال اسمه قد التعلق بشي ما هو ذاك يسبق الله في ذاك بيني برز في الأخير زين انت كان عنده كان يعطيه نعيم ارتباط بموسيقى مع الأدب هذا باري حتى طبعا باري فيه حتى وعاطيه مولانا الشي من زين الحس والله قاعد هالي عنه خايمة مكان كاملة فيها شيء خصوصتها عشيقية وكان منين يحكي بيت باطته حكاية ما يقبل حد يقول له واحد يقول له كان أغري يجيبها وقبل نهار حكى حذايا بيته وتأثرت لين سالوا دموعي
هذا اللي يقول حرام. تيك صعبة أنت قابل بنا؟ والله يا رجال دائما هو متعلق بي ومنين عود في بلدي مسجيني ونجي وعيد تليفون علي منين عود وتيجي في المسجرية ذيك وأنا تيجي بسجين ثم هي تليفون تعيط لي وهاي محمد لدبوي دورك دورني أغني له التليفون ونواسيها متعلق بي وأنا متعلق بي رد علي راسه لا يقول كتاب ليك ما يمشي هالي إذا أنا من لازم يبعطي لعك مثل النشعر بغناها أكثر والله من الناس زين. إذا أنا صالح نشوف مع المشاهدين حسب شعور هون والله شيء دي الأشوار اللي كان نتوصلوا لافتتاحية الحقيقة أثار لي من دفين الهول مزنني صوت النطار عن العينين بالوسني بتسمع مثل حلالان ومن أحد سواك يا قرم يا مالله يا مالله قد أرني يا مالله يا مالله يا الله يا قدرني قلت الشريف لا تقولي هذا بها تشفي السقيم من الأخدار والحسن ما ضر لو رددت عند البطون فإن ترددي ترددي فذاك 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 الحسن في الأذن ما ضر لو رددت عند البطون فإن ترددي فذاك الحسن أو فذاك الحسن أو في الأذن فإن ترددي فذاك يماك فذاك فذاك الحسن في الأذن لا إله إلا الله لا إله الله ضرب بين غود التيسير ضرب بين غود التيسير مكسر ربي نص جم الخير مر خير ما يرون الصبر ما يتهيد أنا خارج من قيدات التوباق اللي حد لا يزن من لا يزن خارج من زاد الأخلاق في الأخلاق أمك في الأخلاق التي مدان عجنا حضرك حضرك سيدتي القيفان اللي دائما نحكاه وجان سبير هون شنو ما عايدين حضرك خارج من قيدات التوباق اللي حد لا يعجنا خارج من زاد الأخلاق حضرك قوالي له توه قوالي له توه مطرحة خلاص والحد قافوا توه كيف اللي قالوا هم بالد ودعنا بيهمون ها عنده طابع خاص هون الحكاية طبعا هذا كتاب تابع الراوي يتكلم عنه شاب حاد القدار ضاع طاهناه طاه مدور
وطاغنا وطاغنا واللي قاعد حلايا طاغنا وطاغنا واللي قاعد حلايا طاغنا وطاغنا مالو 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 لما فخرة فخرة قامنا يشطري راسه طاه المرا راسه قد طاه راسه طاه المرا راسه قد طاه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شهدوك في آياننا صمم يا من به قتلت عن غير الهمم يا من به قتلت عن غير الهمم يا من به قتلت عن غير الهمم إن كان ذنبا سماع الشبيه وإذا كبيرة كبيرة الأغاني كل وادم أغاني كل وادم وغيرا كبيرة كبيرة والأغاني أغاني كل وادم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قد عين أن قرة عين أما دخلت بينها الليالي والليالي وبين عين دخلت بين الليالي وبين وبين عين وبين ما ليت أني جعلته كل يوم بينما بين حاسبي وعيني بينما بين حاسبي وعيني حاسبي وعيني بينما بين حاسبي وعيني بينما
ما بين يدينا ما بين ما بين حاجبي وعيني وعيني بين ما بين ترجع الوشام على الذراع منازل بالكنا والنيري الذراع من الذراع بعض الطالب هنا مشاهدين يسمحون يسمحون هذا الوقت دائما ما يرحم مع الأسف وراجل إن شاء الله أنهم ما يعتبرون